طيب عايزين نتكلم شويه عن الاتحاد المصري للكاراتيه وايه شكل الدعم اللي بيقدمه للاعبين وللاعبات، وكمان بالمناسبه يعني الشيء بالشيء يذكر، هل في دعم من الاتحاد المصري للكاراتيه؟ لان احنا دايما بنتكلم عن دعم اللاعبين في كل الرياضات، الكلمه دي دايما بنستخدمها. طب ايه اخبار دعم المدربين؟ والله هو الاتحاد المصري الفتره الاخيره كان بدا يبقى نشط اكتر، بدا يبقى في كميه بطولات وايفنتات كتير عن اللي فات، بدا يبقى السيزون كله في بطولات بحيث ان الولاد ما عندهمش فتره راحه او جاب من التمارين. انا شايف ده دعم كويس جدا، فكره ان السيزون شغال ومتواصل ده دعم كويس جدا للمدربين والمنظومه كلها وللعيبه لرفع كفاءه المستوى الفني عامه. فانا شايف الفتره الاخيره فكره البطولات، يعني هم كل شهر شهر ونص بطوله تصفيات منتخب رانك، بطوله القاهره، بطوله تنشيطيه، بطوله جمهوريه، فده يعني انا شايف ان ده رفع الكفاءه عامه يعني بالنسبه للعيبه والمدربين. واحنا عندنا في النادي الاهلي عامه احنا طول السنه بعيدا عن الاتحاد احنا الولاد بتتعامل معامله المنتخب، يعني الولاد تصفيات اختيارات دوريات وجمعيات ودايما تحت السبوت وتحت التركيز طول السنه من هم اطفال صغيرين يعني. الحمد لله الفترة دي الدنيا ماشية كويس الحمد لله يعني. يا رب دايما يا رب من مصلحة الجميع الحقيقة، ان تفضل الامور ماشية بشكل كويس طالما في انجازات.